بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال الفدرالية، ونستهل بكم من أبرز العناوين. جمهورية الصومال وإدارة أرض الصومال تتوصلان لاتفاق في جيبوتي. المجتمع الدولي يرحب بالقمة التشاورية بين جمهورية الصومال الفدرالية وإدارة أرض الصومال. جمهورية إثيوبيا الفدرالية توصل مساعدات طبية إلى الصومال لمواجهة كورونا. وفي الأخبار العالم، دولة تركيا ترسل مساعدات طبية إلى تشاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أما الآن فإلى التفاصيل النشرة، ومعكم زكريا خليفة. توصلت اللجنة الفنية المشتركة بين جمهورية الصومال الفدرالية وإدارة أرض الصومال في ختام اجتماعها في جيبوتي الشقيقة إلى عدة بنود مهمة. مواصلة الاجتماعات ذات الأهداف المستقبلية، إعادة الثقة بين الجانبين جمهورية الصومال الفدرالية وإدارة أرض الصومال، العمل على تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الجانبين مثل المعونات الاقتصادية الخارجية والمساعدات الإنسانية، حيث تم تكليف لجنة فرعية تعقد اجتماعها في غضون 15 يوما في جيبوتي لتحقيق هذا الهدف. إصدار اللجنة الفنية المشتركة لجنة فرعية أخرى تبحث شؤون الطيران، حيث تأتمر في غضون 15 يوما في جيبوتي. كما اجتمعت اللجنة الفنية على تكوين لجنة ثالثة تعمل على قضايا السلم. وفي النهاية اتفق المفاوضون على تشكيل لجنة فنية على مستوى وزاري تجتمع في غضون 45 يوما في العاصمة الجيبوتية جيبوتي، وذلك من أجل تقييم إنجازات اللجان الفرعية. ووقع هذه الاتفاقيات من جانب الدولة الفيدرالية معالي عبد محمد صبرية وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، ومن جانب إدارة أرض الصومال السيد ياسين حاجي محمود فرتون وزير الخارجية صوماليلاند. أصدر شركاء الصومال الدوليون مؤخرا بيانا مشتركا رحبوا من خلاله باستضافة جيبوتي القمة التشاورية التي كانت تهدف إلى استئناف المحادثات حول ملف أرض الصومال. وجمعت الرئيس جمهورية الصومال الفدرالية محمد عبد الله فرماجو والرئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي. وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية أول أمس الثلاثاء: نرحب بالاجتماع كخطوة مهمة في تعزيز التواصل وتعزيز التفاهم بين الطرفين، ونشجع اللجنة الفنية المشتركة التي اتفق حولها الجانبان لتقديم خدمات ملموسة للمواطنين، مرحبة بالدعم الإقليمي الذي وجدته المحادثات والتواصل الحثيث الذي قاد لعقد القمة. وقع على البيان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وأيرلندا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا وأوغندا والولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك وإثيوبيا والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أميسوما. وصل وزير المالية الإثيوبي السيد أحمد الشيدي مساء أمس الأربعاء في زيارة عمل إلى العاصمة مقديشو، وكان برفقه أحمد شدي وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية السيد رضوان حسين
ومسؤولون آخرون. أوصل الوفد مساعدات طبية بقيمة نصف مليون دولار إلى البلاد في خطوة لمعالجة جائحة كورونا كوفيد-19. وتسلم المعونات الطبية وزارة الصحة في الحكومة الفيدرالية. وقد حضر مناسبة تسليم المساعدات الطبية مسؤولون من وزارة الصحة الفيدرالية والسفيرة دولة إثيوبيا لدى الجمهورية سعادة جلال الدين مصطفى عمر. وفي الأخبار العالم، أرسلت دولة تركيا اليوم الخميس دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى تشاد ضمن إطار دعم الأخيرة في مكافحة جائحة كورونا. من مطار أتمسقوت، وأقلعت طائرة شحن عسكرية من طراس العسكري في العاصمة أنقرة تحمل مساعدات طبية أعدتها وزارة الصحة التركية. وتضمنت المساعدات التي أعدتها الوزارة بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستلزمات طبية إلى جانب سيارات إسعاف. وكتب على طرد المساعدات مقولة المتصوف جلال الدين الرومي: هناك أمل بعد اليأس والكثير من الشموس بعد الظلمة، باللغتين التركية والإنجليزية. جدير بالذكر أن تركيا أرسلت في وقت سابق مساعدات طبية إلى عشرات الدول حول العالم لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وأرسلت دفعة مساعدات طبية إلى تشاد في 16 مايو آيار الفائت، تضمنت أيضا مستلزمات طبية وسيارات إسعاف. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام النشرة، وكان معكم على الهواء زكريا خليف، وفي الهندسة الفنية زميل محمد عبد الحكيم بوكا، وفي الكاميرا الزميل دادر هارون. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.